نحن قلنا أن هذه الآلية لا يمكن أن يستمر، وبالفعل وقف إلى جانبنا الأصدقاء في مجلس الأمن، وبشكل خاص روسيا الاتحادية والصين ودول أخرى. في نهاية المطاف أغلقت المعابر الثلاثة، الرمثة وباب الهوى وباب السلام واليعربية، وبقي فقط المعبر الأخير وهو باب الهوى، والذي كان موضوع حملة لا تصدق طيلة الأشهر الستة الماضية على مختلف المستويات وعلى أعلى المستويات، سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو مراكز أبحاثها أو الدول الغربية ومراكز أبحاثها ورجال السياسة فيها، حيث لم يبقى في عالم اليوم سوى مسألة فتح هذا المعبر أو إبقائه مفتوحا، وهو معبر باب الهوى. طبعا الأصدقاء أعلنوا منذ البداية أنهم يعترضون على ذلك، وسوريا قامت باتصالات مع جميع وزراء خارجية دول العالم لكي نضعها في صورة المخاطر التي يشكلها إبقاء هذا المعبر بالطريقة التي تجري فيها الأمور. وبصراحة أقول يعني نحن أنجزنا الكثير، وأنجز الأصدقاء الروس والصينيون الكثير مما أردناه. وعلى هذا الأساس واختصارا للوقت تم اعتماد القرار 2585. هذا القرار يعد إنجاز لأنه تضمن كافة الجوانب التي كانت الدول الغربية ترفض تناولها. مثلا الدول الغربية ما زالت ترفض حتى يوم أمس في بعض البيانات التي ألقيت بعد اعتماد مشروع القرار، أصرت على أنها لن تقدم المساعدات لسوريا، أصرت على أنها لا تريد أن تساهم في مشاريع التنمية وإعادة البناء في سوريا، على الرغم من أن القرار الذي اعتمدوه هم أنفسهم قبل دقائق ينص على خلاف ذلك. فالقرار الجديد 2585 يجدد إيمان الأمم المتحدة القوي بوحدة أرض وشعب سوريا، وهذا يعني أن الأتراك لن يكونوا مرتاحين، وهذا يعني أن الولايات المتحدة التي تدعم الانفصاليين في الشمال السوري لن تكون مرتاحة، وهذا يعني أن المسلحين والإرهابيين والقتلة قد تمت محاصرتهم في هذا القرار الذي شدد في جميع فقراته على ضرورة تقديم كل المساعدات الممكنة لسوريا وخاصة من الداخل السوري. يعني لم يعد تعد المعابر الخارجية هي الأداة الأساسية التي كان يعتمد عليها الغرب في إطار إيصال المساعدات لسوريا، بل أصبح الداخل السوري هو الأساس. وفي الحقيقة كانت الدول الغربية كما تابعتم وتابع السادة المشاهدين في كل أنحاء سوريا والعالم، كانت الدول الغربية تريد أن تعيد فتح المعابر الثلاثة الأخرى، لكنها لم تحصل إلا على نصف معبر، ومعبر باب الهوى كانوا يريدون تمديد إدخال المساعدات منه لمدة سنة، لكن في نهاية المطاف لم يوافق الأصدقاء إلا على إدخال هذه المساعدات لستة أشهر، بما في ذلك التأكيد على إدخالها من داخل سوريا. يعني أصبحت الدولة السورية تعرف بشكل دقيق ما الذي يدخل إلى سوريا وإلى أين تذهب هذه المواد الغذائية والإنسانية، وأصبح من الصعب على الدول الغربية أن تقوم بتمرير الأسلحة والإرهابيين والمسلحين من خلال اعتبار هؤلاء جزء لا يتجزأ من المساعدات الغربية. أنا أعتقد أن الأصدقاء الروس والصينيين وآخرين في مجلس الأمن قد نجحوا في تقييد حرية وصول الدول الغربية للمسلحين والإرهابيين، وفي تقييد حرية وصول المساعدات الغربية إلى والتركية إلى المسلحين والإرهابيين والقتلة. لذلك هذه خطوة أساسية باتجاه إغلاق هذا المعبر، لأن احترام السيادة السورية تأتي من خلال احترام حدودها الإقليمية وعدم وجود أي استثناءات لأي حدود لإدخال أي شيء لا ترغب
الحكومة السورية بإدخاله، ونحن الآن مرتاحون لهذا الجهد الذي قام به الأصدقاء، ونعبر عن تقديرنا للجهد الكبير الذي قام به الأصدقاء الروس والصينيون والدول الأخرى الأعضاء من وخاصة غير الدائمين في مجلس الأمن، لأن القرار الجديد وضع الكثير من القيود على حركة البضائع وعلى حركة الدول الغربية التي كانت تستهتر بالحدود الدولية وباستخدام هذه المعابر للإساءة إلى وحدة أرض وشعب الجمهورية العربية السورية.